وللحديث عن الدعم العسكري واللوجستي المقدم لميليشيا حزب العمال الكردستاني وزيادة قدراته ونفوذه بالعراق، معنا عبر الهاتف من السويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية الدكتور فؤاد خورشيد. حياكم الله دكتور فؤاد. حياك الله أخي الكريم وحيا الله مشاهديكم. أهلا بك دكتور فؤاد. بداية، برأيك من أين امتلك حزب العمال الكردستاني هذه القدرات الجديدة وعلى رأسها الطائرات المسيرة؟ طبعا سبق أن وجهت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي دعما ماليا وعسكريا خاصا للفصائل الكردية، وتزايدت وتيرته في عام 2016 خلال معارك مع داعش في العراق وسوريا، بالإضافة إلى الغنائم العسكرية الكبيرة من داعش. وهذا يعني إمكانية انتقال الأسلحة بين الفصائل الكردية، سواء كان من خلال الدعم المتبادل للقضية القومية الكردية أو من خلال المتاجرة بتلك الأسلحة، كما هيئت الظروف الأمنية المضطربة على الحدود التركية مع سوريا والعراق بيئة خصبة لنمو مصادر تمويل حزب العمال الكردستاني من خلال إنتاج وتهريب المخدرات وغيرها، مما يرفع من قدراته الاقتصادية لشراء الأسلحة من تجارها. أما في الآونة الأخيرة تحديدا، فكان التصعيد النوعي والتدفق الغير مسبوق لأسلحة مثل المروحيات والطائرات المسيرة. معروف أن المتهم الرئيسي في نشر الطائرات المسيرة في المنطقة هي إيران، التي سبق وأن زودت بها الحوثيين في اليمن، والاتهامات الدولية التي وجهت لها بمساعدة روسيا بتزويدها بمسيرات تم استخدامها في أوكرانيا. نعم، يعني ما الذي تستفيده ميليشيات الحشد من الدخول على قائمة الداعمين لحزب العمال الكردستاني من حيث الطائرات المسيرة وحتى دفع رواتب ميزانية الحشد؟ الحشد ليس هو المستفيد المباشر، لأن الحشد هو في حقيقته حلقة الوصل بين الحرس الثوري وإيران من جهة، وحزب العمال الكردستاني من جهة أخرى. وهناك رغبة إيرانية بالسيطرة على منطقة سنجار وخلق حليف كردي فيها غير الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتمتع بعلاقات متوترة مع إيران، بينما يمتلك حزب الاتحاد علاقات أفضل. وبالنسبة لحزب الديمقراطي الكردستاني فهو يمتلك علاقات وشراكات استراتيجية قوية مع أمريكا وعلاقة جيدة نسبيا مع تركيا. أضف لذلك العداء بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وكل هذا يصب في مشروع السعي الإيراني لبسط سيطرة الحشد على المناطق المتنازع عليها بين كردستان العراق وبغداد. كل هذا يعزز المصالح المشتركة بين إيران وحزب العمال الكردستاني، الذي يبدو أن المقابل الذي قدمه لطهران هو وقف عمليات فرعه الإيراني في كردستان إيران ولو إلى حين، بالعكس من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي نشط أتباعه من تظاهراتهم في المدن الإيرانية الكردية سعيا لإسقاط نظام الملالي. مع هذا الرفض من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني لنفوذ حزب العمال، هل هناك مؤشرات برأيك لاقتراب حدوث مواجهات عسكرية ما بين الطرفين؟ طبعا هو يعتبر قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بأن المساحة النضالية لحزب العمال تقع ضمن المنطقة الكردية في تركيا فقط، وأن تواجده ضمن مناطق في العراق وسوريا إنما هو تجاوز وتعدي على مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما يعتبر حزب العمال أن من حقه التواجد بكل المناطق الكردية في تركيا والعراق وسوريا وإيران، وهذا هو أساس الخلاف والصراع بين الحزبين. لا توجد حاليا مؤشرات تصعيد الأزمة إلى مستوى الصدام المسلح بين الحزبين الكرديين حزب الديمقراطي وحزب العمال بسبب وجود ملفات أمنية صعبة لا تزال قيد الحوار، ويسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تفعيل اتفاقية سنجار، وهو ما من شأنه إذا تم تنفيذه إنهاء الصراع على ما يصب في مصلحة الحزب الديمقراطي دون الدخول في مواجهة عسكرية. نعم، هل تتوقع أيضا دكتور أن يواصل حزب الاتحاد الوطني دعمه لحزب العمال في العراق وميليشيا قسد في سوريا مع رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ حقيقة أن تنامي العلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب العمال هي نقاط استفهام كبرى. تحولت هذه العلاقة إلى مصدر قلق بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يعد الحزب الأول الحاكم في كردستان شمال العراق، وقد دخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على خط التصعيد بين تركيا وحزب العمال،
وحليفته قوات سوريا الديمقراطية، وهما عكسته سلسلة من التطورات كان آخرها اكتشاف تزويد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قوات قسد الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني وأداته في سوريا بطائرة مروحية أو أكثر. طبعا تباينت الأنباء حول العدد، والحادثة الأخيرة حينما استهدفت طائرة مسيرة قيل أنها تركية لسور مطار السليمانية الدولي بهدف ضرب قائد قسد مظلوم عبدي والذي نجا من العملية، وتعتبره تركيا مع القوات التي يقودها فرعا لحزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب. نعم، هذه القدرات العسكرية ألا تجعل حزب العمال عبئا أمنيا ثقيلا على العراق داخليا؟ السؤال هنا، لماذا تقف حكومة السوداني على الحياد؟ لماذا يعني لا تخرج بأي تصريح أو موقف؟ هو بالتأكيد عبء اقتصادي وعبء سياسي وعبء سيادي، يعني كلمة سيادي يجب أن نضع تحتها ألف خط. كيف يمكن لفصيل مسلح أو حتى لو كان حزب أو منظمة إرهابية مصنفة إرهابية من دولة جارة نطمح لبناء علاقات احترام متبادل معها أن تسيطر على منطقة بحجم قضاء سنجار؟ أما بخصوص الحكومة فلا يمكن لحكومة السوداني بأي شكل من الأشكال اتخاذ أي قرار في ملف تديره إيران. فحكومة السوداني يعني مثلها مثل سابقاتها لا تجرؤ ليس على منع إيران من تنفيذ إرادتها في العراق، بل حتى من مجرد مناقشة الموضوع أو طرحه إعلاميا. لذلك نجد أنه مع كل موقف محرج لبغداد نتيجة تصرفات إيران في العراق يسعى الإعلام الحكومي للتبرير لإيران أكثر من إيران نفسها، ثم خلق قضية تعمل على توجيه الأنظار إلى جهة أخرى غير جهة الحدث المرتبط بنشاط إيران المزعزع، أو بأقصى حالاتها تعلن عن تشكيل لجان تقصي للموضوع كما حصل في قضية قصف إيران لمنزل في أربيل بدعوى وجود شخصيات من الموساد الإيراني الإسرائيلي فيه ثم تسويف القضية وطمسها. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من السويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية الدكتور فرات خورشيد، شكرا جزيلا لك.